24/4/2020 ساحة التحرير. حياك الله حياك الله. 24/4/2020 ساحة التحرير. محمد على كيفك. مسيرة الصامتة. خفيف امشي كله. حياك الله حياك الله حبيبي. ساحة التحرير مسيرة الصامتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم سيكون الموضوع مشاهدينا الكرام عن الصراعات السياسية داخل أروقة العملية السياسية بعد تكليف مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة. هذه الصراعات داخل ما يسمى البيت الشيعي، داخل كذلك ما يسمى البيت السني، هذه المجاميع التي تسمى بالحكومة الحالية أو أحزاب السلطة المشاركة في تشكيل الحكومة، هي الآن داخلة في عملية صراع على المناصب وعلى الاستحقاقات وتقسيم طائفي فيما بينهم للمناصب الوزارية. بالمقابل نتحدث عن الجانب الاقتصادي ووضع رواتب الموظفين والمتقاعدين وحال الناس في العراق في ظل انخفاض أسعار النفط وانهيار الاقتصاد العراقي ووجود عجز كبير جدا في الموازنة العراقية وصل إلى 90 مليار دولار أمريكي، وكذلك عن الأساليب أو الخطوات التي تتخذها أحزاب المنطقة الخضراء في التعامل مع الأزمات التي يشهدها المواطن العراقي. طبعا نبدأ مشاهدينا الكرام بقضية الصراعات السياسية. رغم أن هذه الحكومة أو رغم أن هذا المكلف أو كل من في العملية السياسية الموجودة في العراق هم مرفوضون أصلا من الشارع العراقي، لكن مع هذا لم يكترثوا لأصوات العراقيين، لم يكترثوا لدماء الشهداء التي سقطت، استمروا في تشكيل حكومتهم وقاموا بتكليف مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات ليكون رئيس للوزراء ويشكل الحكومة. يقول جاسم محمد البياتي وهو نائب سابق إن رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي منح الكتل الشيعية 12 وزارة، ومن بين هذه الوزارات واحدة للتركمان وست وزارات للقوى السنية المشاركة في العملية السياسية، وهم يتصارعون فيما بينهم لترشيح الشخصيات التي تتلائم مع مكاسبهم مع تطلعاتهم مع امتيازاتهم. كذلك القوى السنية الآن أو ما يسمى أو ما يعرف بسنة العملية السياسية هم الآن في صراع أيضا للحصول على امتيازات هذه الوزارات، وكل جهة أو حزب يقوم بترشيح شخص من أجل أن يختار لهذا المنصب. في المقابل لدينا حالة جوع كبيرة وفقر كبير جدا يعيشه الشارع العراقي في ظل فرض حظر التجوال من قبل سلطة المنطقة الخضراء تحت شعار مكافحة فيروس كورونا أو وباء كورونا، الذي لم نرى من هذه الإجراءات أي حل جدي وناجع في معالجة تفشي هذا الفيروس. وكذلك عملية أو موضوع انخفاض أسعار النفط بشكل كبير جدا أيضا أثرت على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على 95% من دخله على النفط، وبالتالي هذا الانهيار بأسعار النفط هو ينعكس طبعا على الواقع العراقي على الاقتصاد العراقي، وبالتالي على رواتب الموظفين على التقاعد وعلى الرعاية الاجتماعية في العراق. معنا الآن السيد علي من كربلاء، تفضل يا علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا علي، تفضل. الله يسلمك، مساء الخير عليكم وعلى قناة الرافدين. مساء النور. حياتنا لكل الأخوة العاملين في هذه القناة. حياك الله. طبعا مثل ما تعرفون والأخبار اللي جاي تتناولها القنوات قناتكم خصوص ارتفاع أو انخفاض عفوا انخفاض أسعار النفط، فهذا يؤدي إلى تدهور بالاقتصاد خصوصا اقتصاد العراق، لأن تعرف أنه الاقتصاد العراقي يعتمد بالدرجة الأولى على المجال النفط. نعم.
فراح يأثر جدا، خصوصا انه تعرف انه هناك موظفين، هناك عاملين، نعم، هناك عندك اشخاص متقاعدين في الرعاية. اكيد نعم اكيد هاي تأثر، يعني تأثير كبير جدا حقيقة. نعم، على الحكومة انه توجد حلول بهذا، يعني جدا جدا يعني مشكلة ان العراق يمر بظروف صعبة، خصوصا نحن نعيش في اجواء هذا المرض وهذا الوباء وانتشاره، وكثير من الناس انه يعني بدون شغل بدون عمل. نعم نعم سيد علي، العراق او الحكومة خلينا نسميها الموجودة بالمنطقة الخضراء، تعتقد أن خيار حل هذه الأزمة الاقتصادية الموجودة بالعراق هو عن طريق الاقتراض من صندوق النقد الدولي؟ طيب، الصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لن يقوم بإقراض العراق، لأن العراق أصلا عليه ديون، وهاي الديون بعد ما يقدر يسددها. شنو الإجراءات اللي ممكن تتخذها أو تتبعها هاي الحكومة اللي موجودة بالمنطقة الخضراء، إن كانت الكاظمي أو عادل عبد المهدي أو أي من في العملية السياسية، شو يقدرون يسوون حتى يعالجون هذا الموضوع؟ يعني هم اصلا ليش ادخلوا العراق بهذه الازمات الاقتصاديه منذ البدايه؟ والله استاذ محمد، هذا الجواب يعني هم لازم يجاوبوه، مو احنا. احنا طالبنا، احنا كمتظاهرين طالبنا انه يجب انه تخفيض رواتب البرلمانيين، يعني كل برلمان عنده 40 مليون ما اعرف ايش قد. نعم. زين، يتمتع بامتيازات ويتمتع ب يعني حصص و نعم. يعني نتمنى انه تقليل الرواتب للبرلمانيين حتى نقدر انه نغطي هاي الميزانيه، لان تعرف عجز جدا يعني رهيب على العراق يمر، خصوصا بهاي الحاله، انه الحل الوحيد هو تقليل الرواتب البرلمانيين والامتيازات. بالوقت اللي حضرتك دا تقول به هذا الكلام، ولما يطلعون المتظاهرين يحجون هذا الكلام بالتظاهرات بالاعتصامات، تطلع نائبة تريد الحصول على امتيازات أو تعويضات عن الأضرار اللي خلفها فيروس كورونا، تريد تحظى بكم مليون دينار عراقي كتعويضات. ونشوف أو نتذكر محمد الحلبوسي شلون وزع مكافآت بمناسبة يوم المرأة العالمي على النائبات العراقيات الموجودات في البرلمان، في حين نساء العراق في الشوارع بالملايين، أرامل وحقيقة مطلقات وغيرها من يحتاجن إلى رعاية اجتماعية بلا معيل، وموجودات بالشوارع بأعداد كبيرة جدا ولا تنظر إليهم الحكومة. يعني ذولا اللي موجودين بالسلطة إلى أين يسيرون بالعراق برأيك يا علي؟ أستاذ محمد، هنا المشكلة أنه البرلمانيين والامتيازات ما يشعرون، ما يدرون أنه هناك أرامل، مطلقات، هناك معوزين، هناك محتاجين أموال، محتاجين الألف دينار، الخمسة آلاف دينار. مع ذلك البرلمانيين هم يتمتعون ولا كأنما، يعني حقيقة ما أعرف وين عايشين يعني. نعم. زين، فيعني هاي المشكلة، هاي جدا معضلة يعني. يعني أنه نائبة تطلع وتقول أنه أنا أريد امتيازات، أنا أريد اموال. نعم. انا اريد، يعني هذا اللي عندكم بعد ايش قد تريدون؟ ايش قد بكتوا من العراق؟ ايش قد نهبتوا من العراق؟ نعم. خاصه السياسيين، كان سنه او شيعه او كرد او كل الطبقه السياسيه برمتها. نعم. يعني هم مشاركين في نهب خيرات العراق، خصوصا النفط، ويعني العراق بلد الخيرات، بلد الرافدين، يعني كل العالم. يعني ما اعرف ليش العراق يعني ثروته وين جاي تروح؟ وين جاي الفلوس اللي تعادل دول، موازنات دول كبرى؟ زين، هالنفط المليان بالعراق، يعني ليش يعني ما اعرف شو احكي. يعني هو قلت لك استاذ محمد انه العراق يجب ان يلتزم واشخاص خيرين زين يساعدون على انه مساعده الفقراء، مساعده الاشخاص اللي يحتاجون. زين، ناس يعني من تجي الحكم، من تستلم الحكم شبعانين، مو عايشين بالخارج ويجون ويستلمون يعني معقوله 17 سنه ما شبعوا؟
17 سنه من اموال العراق بالمليارات. محمد بعد ما اعرف بقت هي يم الـ يم الـ يم الـ يم العراقيين هم ما اعرف يعني ما اعرف شبعه وما شبعه وهم مجرد انه يعني يمتصون ثورات العراق يعني ما اعرف. أنا أشكرك يا علي من كربلاء، شكرا جزيلا للمشاركة معنا. السيدة أم محمد من بغداد، تفضلي يا أم محمد. الله يسعد أخوي محمد، أهلا وسهلا بقناتكم وقناة الناس الراشدين، كلش قناة حلوة ممتعة. الله يسلمك. أناشد مصطفى الكاظمي، زوج ظلم 15 سنة عن مسرقة مليونين و300، وانظلم خذوه من البيت سووه 4 أرهاب، هو لا طاب بايك ولا أبد. نعم والله العظيم والله العظيم باكمنا بالبيت وخذوه، ما يخافون من الله. وعندي ست جهال. لمن تتهمين يا ام محمد؟ والله انا اتهم الله لا يوفقه، واحد باق حمايه وقال له اخوك الكبير دزني، هاي ظلمته. نعم وكلتوا محامي؟ بحثتوا بالموضوع والله قانونيا؟ والله ما عندي امكانيه استاذ محمد، ما عندي امكانيه اوكل كل محامي. نعم وجوا ايد القاضي، واحد طلع لي بالمحكمه القاضي الاعلى الشيخ عبد القادر. نعم. من حكمه 15 سنه، قال لي واحد طلع لي جوا ايد القاضي قال تعطيني دفترين وطلع لي خلال ساعه. وهو محكوم عليه بالارهاب؟ اي والله 4 أرهاب سووه، شايل سلاح ونكات كهربائي، هو لا طاب بايق ولا يعني 4 أرهاب ويطلع ب 20,000 دولار. اي والله. نعم. أنا أناشد المسؤولين الدولة الخيرين، والله عندي 6 أطفال وحارة بعيشتي. نعم يا أم محمد، الله يكون بعونك، وأنا أشكرك من بغداد، شكرا جزيلا. بس احنا نقول يعني هي احنا نتفهم طبعا مشاعر الناس ومناشداتهم وكلامهم، وإن شاء الله رب العالمين يفرج هم وكرب الجميع من المظلومين، لكن المناشدة ما تكون المصطفى الكاظمي اللي هو جزء من عملية سياسية بنيت على أساس الإرهاب وترهيب المواطن والمخبر السري وتلفيق التهم. يعني ما معقولة أنا أناشد المتهم بما يحصل للعراقيين، أناشد أنه يفرج عنهم. هو شلون طبوا أصلا للسجون المعتقلات وهم بلا ذنب لولا أن لا يوجد نظام ولا يوجد قانون؟ واللي موجودين الآن بالحكم بالعراق هم يمثلون هذا الفساد، يمثلون هذه الفوضى، يمثلون فوضى أو سياسة اللا قانون، أو كما سماها وائل عبد اللطيف القاضي سياسة أو شريعة الغاب كما يحدث في العراق الآن. أم أزهار من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أما إحنا أريد نقول هذول الأوباش وصلونا إلى الهاوية. يعني هذول السياسيين ما اكتفوا 17 سنة يبوقون بالدولة. يعني ما بيهم واحد شريف هسه يطلع الفلوس اللي باقها بالخارج ويذبها على الفقراء اللي هذه، وهذول الناس اللي تناشد المن يناشدون هذول اللي بلا اخلاق، هذول اللي بلا ضمير، اجونا من الخارج وجونا هم حافين لافين واجوا قعدوا على الكراسي ونهبوا وسلبوا العراق كله. هذول ما يتناشدون. احنا الناشد الناس الوطنيين. وينهم الناس الوطنيين؟ وين الجيش العراقي السابق؟ وين الناس اللي تحب وطنها، اللي تحب بلدها حتى تنقذ العراق من هذا الجوع اللي بيه احنا؟ يعني يعني 17 سنة فكروا بس بالنفط، النفط هسه هاي ادحروا ويا النفط، زين هم هسه رواتبهم خايفين على رواتبهم لا تنقص، بس ما خايفين على الفقراء شلون راح ياكلون، خايفين على كراسيهم، بس ما خايفين على الناس اللي دا تموت من كورونا، بس ما خايفين من الناس اللي قاعد يبوقوهم والناس اللي قاعد يقتلوهم والناس اللي قاعد تنتحر من الظلم مالها والناس اللي قاعد تحرق نفسها من الظلم مالتها. يعني انا ما شايفه هيك ضمائر ميته، ما شايفه هيك ضمائر ما عندها اخلاق. يعني هذول شنو من شيء؟ هذول منين اجوا؟ من اي كوكب اجوا هذول؟ من يعني شنو نفوس
انفسهم هذولا ما يفكرون. نعم. يعني يعني كل واحد من يقعد يحكي يدعي انه هو دكتور هو فاهم هو فيلسوف ويقعدون يحكون بالسياسه وهم كل شيء ما يفهمون بالسياسه وكله يحكون كذب يعني. نعم. الله اكبر ان شاء الله احنا نتامل الناس الشرفاء نتامل المتظاهرين يطلعون. نعم. ونخل الله يخلصنا بس من هذا الوباء يخلصنا من هذا الوباء حتى الانتفاضه تنهض مره ثانيه وندحر هذول السفهاء اللي اجونا بس يداعون بالماده ويداعون بالكراسي. وانا اشكرك. شكرا جزيلا سيدة ام ازهار من بغداد. علي من السماوه تفضل يا علي. تحيه لك يا اخي العزيز والى قناتكم ولا جميع المتابعين المتابعين لهذه القناة اللي تولي اهتمام بمشاكل المواطن العراقي. أهلا وسهلا. وسلط الضوء على جميع ما يمس المواطن العراقي. نعم. اليوم كما أن العراق يمر بمرحلة جدا مهمة ومفصلية مع تردي الحياة الاقتصادية وتدهور الحالة الإنسانية للمجتمع العراقي. نعم. وسقوط العراق بينما فك خلطة فاسدة منحرفة ليس لها شأن بالبلد سوى التركيز على مصالحها ومصالح حزبها وتياراتها ومفك الأمراض والأوبة. نعم. والحالة الاقتصادية. نحن الآن مقبلين على أزمة كبيرة ما بعد كورونا. الأزمة الاقتصادية. نعم. التي سوف تكون أزمة احتمال أنهم الضربة القاضية لهذه الزمرة. كما هو معروف أزمة كورونا لم تقم الدولة العراقية ولا الحكومة العراقية بواجبات تجاه المواطن العراقي والوقاية من هذا المرض. ومع هذا هناك تقريبا شبه انه هذه تعدت الازمه. ولكن هناك ازمه داخليه كما هو معروف للقاسي والداني والتغانم وتقسيم الكعكه. نعم. ما بينهم هؤلاء يعني العراق في وادي وهؤلاء استاذ في وادي اخر. يا نحن نسال يا علي نقول يعني هي هاي الحكومه اللي ينتظرها العراقيين أو ينتظرها العراقيون أنه هي اللي حتصلح الوضع وهم لحد هاي اللحظة طابين بصراعات على الوزارات وعايفين الموضوع الاقتصادي وعايفين أزمة كورونا وعايفين وضع الفقراء بالعراق؟ عزيزي الأزمة الداخلية الموجودة صار أكثر من 5 أشهر ما حلوها فكيف في الأزمات الدولية والعالمية. نعم. مثل الاقتصاد وانهيار الاقتصاد العالمي وانهيار النفط هؤلاء جاءوا لتخريب العراق. نعم. هؤلاء جاءوا لتخريب وجعل البلد تابع لدولة مجاورة. نعم. نضرب مثال بسيط نحن كناشر قلنا يابا أغدود في أزمة كورونا. نعم. لا اي احد يسمعنا يوم عودين اغلق الحدود سائبه. نعم. وكل من هبوده بيدخل الحدود خوفا على ابناء الشعب من هذا الوباء اللعين. ولكن لا احد يصغي الينا فجاءت كورونا والان الازمه الاخيره الاقتصاد التدهور الاقتصادي العالمي تدهور. نعم. النفط اسعار النفط وايضا جاءوا بنا من زرفي الى علاوي الى الكاظمي. نعم. كان الكاظمي عملاء ورجل أمريكا الأول واليوم أصبح معهم نعرف شنو هالتخبطات شنو نعم. عزيزي هناك ثورة سوف تأتي قريب إن شاء الله وتقلع هؤلاء الفاسدين دورهم. كلنا أمل أن الشباب العراقي. نعم. جميع أنحاء العراق بدون استثناء بدون توجهات بدون. نعم. توجهات سوف يقلعهم من دورهم إن شاء الله. شكرا جزيلا يا علي من السماوة. معنا السيدة أم مهند من الموصل تفضلي يا أم مهند. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. شلونك أستاذ محمد؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. الله يجعلك بخير إن شاء الله. نشكر قناتكم الموقرة التي تبقى صوتنا أول بأول. واجبنا يا أم علي أم مهند. تسلام والله أنا ما عندي شيء بس عندي سجين. سجين ناصرية والدعوة ما أنا مقبل يعني مخبر سري ودخلوا 4 أرهاب. نعم. عنده عداوات يا أم مهند هو عنده عداوات ويا أحد حتى أنه والله
والله هو متلاغي مع احد، تلاغى صحيح مع احد، بس احنا ما نعرف هل هو مشتكي عليه، ما نعرف. يعني من اخذوا عدل القاضي يحكموا اربع ارهاب، يحكموا بالاعدام ليش هو زنب وماده 98 شاب مثل الوردة. وكلتوا له محامي؟ وكلنا له محامي، اخذ فلوس من عندنا وهذا وضحك علينا وراء، واحنا حالتنا الماديه ما تساعد، قاعدين بيت ايجار. الله ساعد، الله يكون بعونكم ان شاء الله يا ام مهند. والله هذا اللي نريده احنا، بس نريد يفرج على هالسجناء. احنا الامهات والله والله نبكي دم على ولادنا. نعم والله يوميا ندعي لهم والله. بحث عاد خلي اسال النواب اللي يقبلون ولادهم بالسجن، يقبلون على نفسهم؟ يقبلون يعني؟ تخلي دائما نحمل بحالنا احنا الامهات، يضحكون على وضعيتنا، يضحكون على هالزوجات، يضحكون على هالاطفال اللي تنتظر اباهم. نعم. واحنا بهاي الايام الشريفه ومقبلين على شهر رمضان المبارك، خلوا ينطون عفو عام. شو راح يخسرون؟ ينطون عفو عام يفرحونا، بدل ما ندعي عليهم يومين فاتحين يدينا ندعي عليهم السنه. احنا كل الامهات صرنا ندعي عليهم، على النواب وعلى المسؤولين وعلى اللي غابت السجونات عليهم وما يفتحوهم. ليش؟ نعم يا اخي، بس اريد يفتحون السجونات، ينطون عفو عام، يطلعون هالسجناء. يعني والله اكثرها ابرياء، والله والله 90% ابرياء، والله والله والله. أم مهند نتمنى صوتك، أنا أشكرك، نتمنى صوتك يكون يوصل للي توجهي لهم الرسالة من المسؤولين الموجودين بالحكم بالعراق الآن. نتمنى هذه الرسالة وهذه الأصوات. السيدة أم مهند تقولها بوضوح، يعني ليش ما تفرحون الناس وتريحون هذا الشعب؟ يعني الناس رافع أيديها ليل نهار عليكم، تدعي رب العالمين ينتقم منكم على اللي تسووه بالعراق والعراقيين. طبعا هذا الموضوع وعلى بالإثباتات والأدلة أثبتت هذه الزمر الموجودة في المنطقة الخضراء، مجموعة الأحزاب الموجودة الآن، أنها لا تهتم حتى بهذه الأمور، غير مكترثة بوضع العراقيين، حتى بدعاء الأمهات، بدموع الأمهات، بدعاء الزوجات أو دموعهن أو الأطفال، هذا الموضوع بالنسبة لهم عادي. أهم شيء الوزارة هاي المن حتروح، اللي يا حزب واللي يا طائفة، وأنه الشيعة شقد لهم، أقصد العملية السياسية، من في العملية السياسية حصرا، وسنة العملية السياسية شقد لهم، وزارات والأكراد وهكذا، والشعب يعني خلي يروح. طيب نذهب الآن إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود، يبقى معنا. شباب، حاليا مفاوضات بين اتحاد الطلبة وجماعة المطعم الصدري، إن لم يتوصلوا إلى حل راح تنطلق ساعة الصفر بالتصعيد، وكل شيء توقع من رد الشباب الأحرار وكل شباب الموجودين بساحة التحرير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا كان هذا مقطع من مقاطع كثيرة انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي تحركات جديدة لثوار ساحات التظاهر، ثورة تشرين في العراق، هذه الثورة التي تستمر بالرغم من كورونا، بالرغم من الأزمة الاقتصادية، من حظر التجول، لكن هذا لا يمنع أن يستمر الشباب العراق المعتصمون في الساحات، المثابرون المستمرون بثورتهم على المواصلة حتى تحقيق الهدف بإسقاط النظام وإنهاء هذه العملية السياسية الفاسدة. في ساحة التحرير نرى أن الشباب يجهزون شوارع الساحات للمزيد من التظاهرات مستقبلا. هذا الوضع مستمر والرفض موجود لمصطفى الكاظمي المكلف بتشكيل الحكومة، وكذلك من سبق من تم تكليفهم لتشكيل الحكومة من أحزاب العملية السياسية وهذه الشخصيات الموجودة في السلطة، رفضهم الشارع سابقا ويرفضهم الآن وسيرفضهم مستقبلا كذلك، لأنهم مستحيل أن يقوموا ب إعادة إعمار هذا البلد وبنائه بالشكل الصحيح طالما استمروا على نظام المحاصصة الطائفية وتقاسم المناصب
وسطوتهم على الدولة وعلى مقدراتها وثرواتها ونشرهم للميليشيات والسلاح بشوارع العراق. معنا الآن السيدة أم محمد من بغداد، تفضلي يا أم محمد. الله يسعدك، عيني شلونك؟ بعد اني هذا مال اول البارحه جماعه مقتدى اساسا اني كنت هناك رايحه اني نعم. اودي اكل يعني نعم ادعم اكل اودي، فشفت المنظر ارد اصور ما قدرت، فاخذوا الموبايل مال الولد نعم. قالوا لي ليش تصور هذا المشهد صار قدامي نعم زين، اخذوا موبايل اخذوا جنطه اخذوا الدراجه الهوائيه زين دا ياخذوه، هو الولد انهزم من عندهم نعم. يريدون يصعدوه بالمطعم التركي جبل احد، هناك اكو محتقلات تبني نعم. واكو تعذيب بالجبل احد وما حد يقدر يحكي. جماعه مقتدى الصدر يعني جماعه مقتدى الصدر، واني اناشد مقتدى، مقتدى خايف على السكملي مالتي، لا يخاف على السكملي، لا يخاف على السكملي زين نعم. جره الابن افتهمناها قتل الشعب ما بيه كفايه، هو ولاء الايران نعم. هو ولا أنا كل شيء مالي، أبوه ما يجي بالحلم، أبوه ما يجي بالحلم يقول لي مقتدى سويت بالعراقيين، بس أقول هيجي هذا قدامي صار نعم. يعني يأخذون الشباب يقتلوهم فوق جماعة مقتدى نعم. يعني أنا أناشد مقتدى، مقتدى خلي يسحب جماعته من التحرير، خلي يسحب جماعته نعم. وبالنسبة هذولي بالخضرات كانوا يحلمون يطبون للخضرات أستاذ محمد نعم. هذولي كانوا يحلمون يطبون للخضراء، هو وهذاك الحجوسي ابو الراسي افطوركم علينا وبرهم نعم. صالح، هذول عصابه على مجرد مافيات مافيات قاعده نعم. عصابات زين، الحجوسي يمن يعطي رواتب للنائبات زين نعم. احنا هسه اني ارمله، اني ارمله نعم. زين وعندي اثنين جهاز، اني مو على مود فلوس، اني بعت بيتي كله في سبيل اعطي دعم للمتظاهرين، بارك الله فيك. فلوس الايجار مليونين و100 زين نعم. احنا ما نريد، احنا ما نريد كل شيء، احنا نريد تطبيق النظام زين، الف رحمه على روح صدام بهذا اليوم زين، كان كل شيء موفر لنا طيب. هم شو وفروا وفروا الدرين، لو وفروا المافيات، لو وفروا الخطف، لو وفروا القتل، شو وفروا قل لي شو وفروا طيب. زين اني اناشد مقتدى زين، واحنا هذا ربا تاما ما نريدك، احنا نهائيا ما نريد، احنا رايدين نسقط النظام، وبرهم صالح لا يتدخل بعد يوميا، يم مد الكتاب يم مد الكتاب يا كتاب هذا، هاي علي من هاي الكلاوات نعم. هي ايران، هي كل هذه ايران، واتذكر مقتدى لما قال حكى على قناه الشرقيه قال اذا ما نفذوا طلبات الشعب، اذا ما نفذوا طلباتهم العراق تحترق، ليش اني تحترق على ياساس؟ من اللي يحرقها؟ ايران تحرقها؟ نعم هي بعد اكثر من هذا الحرق، اكثر من هذا الحرق، قال له منو؟ قال له ما اقدر، طبعا ايران ما تقدر تحرق بغداد، احنا نحرق ايران والله العظيم، احنا لحد الان سلميين زين نعم. احنا لو نريد ترى نسويها ظلام عليهم زين، بس طيب. احنا اللي هنا وبيت زين، مثل ما جابتهم امريكا، امريكا تطلعهم، امريكا مثل ما سلمتهم امريكا ترجعهم، بالدبابات هذول يحلمون يطبون للخضراء وتحت الاحتفالات، والله يحلمون طيب والله يحلمون. انا اشكرك يا ام محمد، اشكرك واكتفي وياك بهذا القدر. معنا السيده ام انس من الانبار، تفضلي يا ام انس. ام انس موجوده السيده ام انس؟ غير موجوده. ام كرار من السماوه، تفضلي يا سيده ام كرار. الو ام كرار، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. شلونك خويي؟ شلونك؟ اهلا وسهلا خويي. انا قضيت زوجي نايمين بالخمسه الصبح، جت المكافحه واخذته، والله لا مسوي شيء ولا ابد، ما مخبر سر اجى واخذته. نعم بشنو اتهموه؟ اي والله خويي، ها والله شغله مخدرات متهم. هو بريء؟ اي والله بريء. اي والله. طيب راجعته تابعته قانونيا؟ اي والله تابعنا وخلينا محامي وما عندنا لا امكانيه وهو كاسب. نعم الله يكون بعونكم. الله يكون بعونكم يا ام كرار، اشكرك من السماوه، شكرا جزيلا السيده ام كرار.
طيب في إطار الصراع السياسي مشاهدينا الكرام، طبعا النائب عن تحالف سائرون التابع لمقتدى الصدر بدر الزيادي يقول مصطفى الكاظمي لم يكمل إلى الآن تشكيل الوزارات، أضاف أن الحوارات والمفاوضات لا تزال قائمة ومستمرة مع القوى السياسية، وسيكون الأسبوع الحالي مخصص للمفاوضات وحسمها بصورة نهائية. توقع أن يطلب الكاظمي خلال الأسبوع المقبل من البرلمان عقد جلسة استثنائية للتصويت على الحكومة الجديدة. يعني هذا الكلام كله ولا كأنه أكو شبه مجاعة موجودة الآن في العراق بسبب إغلاق الحدود طبعا من قبل دول أخرى وليس من قبل العراق، وكذلك أزمة الاقتصاد بقضية النفط وتفشي فيروس كورونا والحظر المفروض على المواطنين، ولا كأنه هاي المواضيع موجودة ولا هي تعتبر من أولويات السلطة الموجودة بالعراق. أهم شيء عندهم الوزارات شلون حتتوزع، المناصب كيف ستقسم، هذا ما تبحث عنه أحزاب العملية السياسية، والأزمة الاقتصادية ووضع الناس وحالتهم هاي كلها غير مهم بالنسبة لمن في السلطة الآن. طبعا نذكر هنا مشاهدينا الكرام، وهو كما قلنا من واجب أخلاقي أن نذكر بكل دور أو نذكر كل دور لأي منظمة إغاثية إنسانية تعمل على دعم وإغاثة العراقيين المحتاجين في الأوقات الصعبة التي يعيشونها. طبعا لدينا من مؤسسة العراق الدولية، مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية وزعت سلات غذائية على العائلات المتعففة في مناطق مختلفة من مدينة كركوك بمحافظة التأميم، 250 عائلة من الأرامل والأيتام وذوي الدخل المحدود من الكسبة الذين فقدوا دخلهم بسبب جائحة كورونا. توزعت العائلات التي شملتها الحملة الإغاثية في عدة مناطق في كركوك بينها حي النصر والحي العسكري والعروبة وناحية ليلان، وأيضا تقدمت العائلات طبعا للمؤسسة وهي مشكورة أيضا مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية. مبادرات من مؤسسات خاصة، مؤسسات مجتمع مدني، منظمات داخلية محلية عراقية بدعم العوائل المتعففة، لكن هذا الدعم محدود للغاية ولا يسع طبعا لملايين من الأرامل ومن الأيتام ومن المحتاجين من العوائل العراقية التي تعيش الآن وقتا صعبا. هذا الموضوع هو من المفروض أنه من الأدوار الرئيسية للسلطة الحاكمة في العراق أو لما يسمى حاليا بالحكومة، هذا من واجبها لكنها لا تقوم بواجبها بالشكل الصحيح، لا تقوم بواجبها. من معنا الآن؟ السيد أبو علاء من كربلاء، تفضل يا أبو علاء. أبو علاء، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا صحتك أخويا. الله يسلمك، حياك الله أبو علاء. أنا بس أريد أناشي الحكومة وأناشي الشعب على الشعب نعم. على دول التاجرة تم العراقيين من 2003 حتى الآن. نعم. يعني ما كفاهم هذا الجرم، القتيل، الشيوع، إذا ما تاخذ السكوت، ليش تكون سكوت تكون مصاب المرض لهذا اليوم؟ مرض كروني. هل شفت لك عبد الله شفت العراقيين خلي يسبون؟ هل شفتكم فتوم من الايام صلاح محمد؟ نعم. طلع رئيس وزراء حتى الشعب يا اسمعان يا ام حسديه يا سبعان، هل طلعوا محافظ من محافظ العراق؟ هل طلع عبد البرلمان رئيس الوزراء رئيس الجمهوريه؟ شو يسمون بيناتهم؟ متوارف وضحك واكيد وخدم وحشم والشعب كان مجوع. نعم. اريد الشعب يصحى شويه ان شاء الله، باكر مفتوح ممنوع التجول. وناس اخواننا الثوار. نعم. باكر احنا ان شاء الله نصبح بساحه التحرير. نعم. يعني خاب السمعه وصار المسهر وممنوع التجول وخلوا يمثلوا المباراة تسكت، المباراة ما تسكت. نعم. احنا اعطينا شهداء ساعة التحرير جميع العراق من الشمال للشرق. نعم. وما نسكت، خيسمعونا في المسكين. لا طرح سيد مرتضي، لا طرح سيد عمار، لا طرح القاد علي، لا طرح رئيس جمهورية، لا طرح رئيس وزراء. ما حد طرح شنو هالسكوت هذا الشيطان اللي قاعد يحس فيه هم. يشترون يسكتون العراق. أبو علاء السيدة أم محمد من بغداد تقول إنه بساحة التحرير
بالقرب من المطعم التركي، جماعة مقتدى الصدر يصادرون الهواتف المحمولة حتى يمنعون التصوير ويخطفون الشباب، يخطفوهم. هو ليس اعتقال، هذا خطف لداخل بناية المطعم التركي، ويقومون بتعذيبهم لأنهم يقومون بالخروج بتظاهرات ضد الحكومة. يعني مقتدى الصدر هو من زمان طبعا مبين أنه هو وكشف عن نفسه مؤخرا أنه هو واقف ويا السلطة، رغم هذه المحاولات أنه هو يبين للناس أنا وياكم، لكن الحقيقة هو اللي يقوم، هو اللي يقوم بعمليات جر الإذن مثل ما قال سويت لهم جرة إذن، وهو اللي قاعد يعذب الناس الآن ويعتدي عليهم. عمي هذا الله بالخير. نعم الله بالخير. هذا مثل الحي. نعم هذا حي يجرس ويد مراته وعنده خدام قدامه، روح سوي بتاكسي بالشعب وهي سوي تسوي، وطلع تغريدة أنا ضد الشعب. نعم عفوا اي انا ضد الدوله ويا الشعب. نعم ورا 10 دقائق خرج انا ضد ويا الدوله ضد الشعب. هذا مجرم عمي، شوفوا تاريخه شنو هو اول عليه. نعم عمو لحد الان اكو، ولحد الان لحد الان جاي يخطفون بالعالم ويقتلون ويذبون بالذبل عمي. نعم انت يا ولد حتى رئيس وزراء، رئيس جمهوريه، نعم ابو البرلمان، شنو هم هذول الذبل عمي؟ هذول خدم كانوا بالدول وعدوا سلطوا على الشعب العراقي. خلي يصحى الشعب، اصحوا يا شعب، اصحى يا شعب العراق من الشمال للجنوب، اصحى يا شعب، هاي اخر فرصه لنا، اخر فرصه لنا يا عراقيين. والله والله وحق هذا شهر رمضان، هذا شهر الطاعه، هذول جاي يسافرون بدم العراقيين. نعم وعدهم ايرانيين هم جاي يدلونهم على فلان وفلان، كتف فلان روح ورا فلان دق فلان فك فلان. أنا أناشد شعب العراقي إن شاء الله الله هذا شهر رمضان ويعود على العراقيين إن شاء الله. نعم أريد المظاهرات ما توقف من باكر إن شاء الله، إحنا حاضرين متهيئين. نعم يا أبو علاء أنا أشكرك، رسالتك وصلت، رسالتك وصلت لجميع المتظاهرين والثوار في العراق. هذه رسالة من السيد أبو علاء من كربلاء يدعو إلى التحشد مرة أخرى، لأنه فرضوا حظر تجوال وماذا بعد؟ الناس تموت يا أما من كورونا أو من الجوع. لن تتخذ هذه الحكومة الحالية أو أحزاب السلطة الموجودة في العملية السياسية أي خطوة لإنقاذ العراق والعراقيين من ما هم فيه. وبالتالي السيد أبو علاء من كربلاء يوجه بنداء إلى جميع المتظاهرين بالخروج والتحشد في ساحات التظاهر مرة أخرى. عمر من السويد تفضل يا عمر. السلام عليكم. مرحبا يا أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. أنا لمني طبعا أنا يعني عمر من الفلوجة من القرمة. نعم جمالي تعرفني، أنا كنت يعني قبل حوالي 6 سنين كنت أحذر العراقيين من هذه المشكلة مع داعش وهذول السنة والشيعة ومن هالدرابين هاي. نعم تفهمني لو لا عليه. نعم ولكن العراقيين اللي لمني فيهم معاندين يا أخي. نعم نعم معاندين جدا، تعرف لو لا ما يفهمون الظروف. نعم ما يحبون يعني تعرف يتأقلمون مع البيئة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحذر من اليهود دائما ويهددهم دائما، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم في موقعة الأحزاب. نعم هادن اليهود وصالحهم على ثلث أو ثلثي أثمار المدينة. احنا عايشين في زمن يا اخي عدوك ممكن ينقلب صديق او صديقك ممكن ينقلب عدو طبقا للمصالح. طيب شو وقت احنا نفهم هاي الشغله يا اخي؟ احنا ليش احنا نبيع عنتريات ورعونه صدام حسين برغم كل شيء رحمه الله عليه، برغم انه انا اكرهه طيلة حياتي، تفهم لو علي؟ طيب شنو هي النقطة اللي تريد توصلها يا سيد عمر؟ شنو هي النقطة اللي تريد توصلها؟ اريد اوصلها لهم اخي العرب السنة، عليك ان تفهم الدنيا مصالح. طيب عليك ان تهادن طبقا للمصلحة والصادق طبقا للمصلحة، لا تدوخوا نفسكم بالعنتريات. احنا نريد ابو زيد الهلالي وما اعرف ايش، بطلوها لهي الدرابين. يهادن منو؟ يهادن منو ويصالح منو؟ نعم انهادن امريكا اذا اقتضى الحال، مو ايران، انا ما احكي على ايران، انهادن امريكا اذا اقتضى الحال. اذا احنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال لنا
تقاتلون أنتم من روم عدو؟ من هذا العدو؟ هل هو إيران أو غيرها؟ طيب نقرأ بعض الرسائل الواردة. السلام عليكم أخي، أكو عفو عام والله مليانة، يعني أخويا صار 13 سنة في سجن الناصرية، أني السيدة أم أنس. في رسالة، السلام عليكم، أنا عندي مغيبين صار 4 سنين، أخذوهم من يثرب البحشمة، الاسم محجوب سعدي محمد وحسين محجوب سعدي محمد. في رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل، طبعا يقول معذرة الكهرباء مقطوعة وجاءت لم أعرف الموضوع. طيب نشكرك يا أبو حاتم ونقرأ رسائل الناس اللي تابعت اليوم، وأعتذر منك طبعا رسالتك طويلة شوية. السيدة أم محمد تقول السلام عليكم، أنا أشكر هاي القناة اللي توصل صوت المظلوم، أريد من خلال قناتكم أتحدث عن موضوع العفو عن السجينات من النساء، ليش ما يطلعوهن ويفرجون ويفرحون أهلهم؟ والله يكسبون أجر تفرحون أطفالهن وهن نساء، وأرجو من قناتكم توصيل صوتي. السلام عليكم، أنا أبو عمار من الرمادي، إحنا ما رايدين شيء من الحكومة غير إطلاق سراح معتقلي الرزازة، هم ما يعرفون وين صاروا لو ما يسمعون المواطن، والله إحنا أولادنا كلهم راحوا بسيطرة الرزازة واخذتهم ميليشيا حزب الله. في رسالة لدينا، السلام عليكم، يقول حاليا العراق بدون حكومة، بلد بيد الميليشيات، نهبوا كل خيرات العراق وأنهم فاشلين في الحكم، ما زال الصراع على الكراسي والشعب يبحث عن قوت اليومي، لعنهم الله. نوار من هولندا. معنا رسالة من سيدة أم ياسر من الرمادي تقول نطالب من حضراتكم إيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة، فرحوا قلوب الأمهات وأبائهم وأطفالهم، والله محرومين أكثر من 4 سنين، حسبنا الله ونعم الوكيل. رسالة نطالب بالعفو العام وتبييض السجون من السيد أو السيدة، هو حقيقة ما موجود اسم. في رسالة لدينا، مساء الخير قناة الرافدين الوطنية، أستاذ محمد، الحكومة بس ملتهية بالمناصب، هذه الحكومة فاسدة، أي واحد هم يجي مثل اللي راحوا، الله يأخذ حق كل شعب العراق اللي يعيش بالعراق، اللي عايش بالعراق، حسبنا الله ونعم الوكيل. فاتن من ألمانيا. في رسالة لدينا تقول السلام عليكم، الحل الوحيد هو إلغاء رواتب رئيس البرلمان وأعضاء، لأسباب أولا لا يجوز تحديد رواتب لوظيفة البرلمان، بل تحسب لهم مكافأة عن كل اجتماع بعدد الجلسات كما هو معمول في كافة الدول، وإلغاء رواتب رفحاء. طيب شكرا لك. في رسالة من السيد نواف العتيبي من الرياض يقول جميعنا نتفق على أن العراق تحت الاحتلال المباشر وغير المباشر، ولذلك عفوا يجب أن ندرك أن الحل الخلاص من هذا الاحتلال الذي هو السبب في جميع ما يعانيه الشعب العراقي هو واحد فقط، وهو ثورة وهي ثورة 20 أخرى. في رسالة أبو وعد من الأنبار يقول يوم أمس ظهر سيد عبد القادر النايل مع الإعلامية كذا وقال الحرس الثوري الإيراني يؤسس قاعدة بالقرب من الحدود الأردنية السعودية العراقية، وقام بطرد الرعاة وأخذ ممتلكاتهم بحسب قوله، ووجود قاعدة عين الأسد الأمريكية والسيد في محافظة الأنبار والسيد الحلبوسي أعلم بذلك. أين شيوخ الأنبار من هذا الوضع الخطير الذي يهددهم في المستقبل مع التقدير؟ في رسالة لدينا، السلام عليكم بعد التحية، والله إذا لم يتم إصدار العفو العام في هذه الفترة وخصوصا وجود كورونا بعدها ما يصير عفو، وراح يبقون ولدنا بالسجون. عثمان من الأنبار. زينب من بغداد تقول السلام عليكم، أنا زينب من بغداد، أنا أخوي سجين في الكاظمية وأطالب بالعفو العام، أنا ما عندي أحد بس هو ويتيمة الأب والعشائر تريد فلوس، يلا تتنازل، وأنا قررت أبيع كليتي على مود أنطي فلوس تنازل لشيوخ البعامر. الله يكون بعونك، وأشكر جميع من شارك معنا، وأعتذر حقيقة على من لم أستطع أن أقرأ رسالته وكذلك المشاركين الكرام. نشكركم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.